أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة أبدا على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ونحن في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بأس أن نتوجه إلى الله بالمناجات الكريمة والعظيمة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، المناجات الشعبانية. نقرأ نزرا منها تبركا وتيمنا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي، واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي، لم أصلت على حسن ظني قنوط الأياس، ولم قطع رجائي من جميل كرمك. إلهي، إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك، فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي، إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك، فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي، إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي، إن دعاني إلى النار عظيم عقابك، فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. إلهي، فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك، ولا يغفل عن شكرك، ولا يستخف بأمرك. إلهي، وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطيبين الطاهرين، آمين يا رب العالمين. حياكم الله جميعا إخواني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتشرف بحضوركم، بارك الله بكم جميعا. حاول أن نتحدث اليوم عن بعض المواضيع المرتبطة بعلامات الظهور، عدة مواضيع نتطرق إليها، ونحاول نجيب عن الأسئلة إن شاء الله والاستفسارات والمداخلات، وأكون في خدمتكم. نتحدث عن الآية السماوية أو الصيحة بشيء من التوضيح. تحدثنا عن هذه الصيحة وعن أقسام الصيحات في عصر الظهور، كما نعلم أن هناك أقسام للصيحات، بل أن مجمل الأحداث ترتبط بالصيحات، مجمل أحداث الظهور ترتبط بالصيحات. تابعوا الروايات، تجدون في كل رواية ترتبط بحدث هناك صيحة. حينما نتحدث عن قرقيسية هناك صيحة، هناك نداء يطلع عليهم مطلع من السماء ويقول هلموا للحوم الجبارين، ما مضمون الرواية. إذن هناك صيحة ونداء في هذا الحدث، في حدث خصوص حدث قرقيسية. هناك نداء في جيش الخسف، أيضا جيش الخسف يصيح بهم جبرائيل، إذن في جيش الخسف أيضا هناك صيحة. هناك صيحات في رجب ذكرها الإمام الرضا عليه السلام، ثلاث صيحات في رجب، بالإضافة إلى الصيحة المعروفة وهي صيحة شهر رمضان أو النداء السماوي، نداء شهر رمضان. وهناك صيحات أخرى أيضا وردت، كما في الصوت يأتيكم بالفتح من دمشق، هل هو صيحة هل هو صوت أرضي يأتيكم بالفرج أو بالفتح أو هكذا. إذن هناك أقسام من الصيحات، ليس لا يوجد هناك يعني نوع واحد من الصيحة. نعم، هناك صيحة واحدة أو النداء الذي هو يميز الحق من الباطل، لكن حتى نشخص كل هذه الأحداث وهذه المضامين لابد أن نفهم ونشخص بحسب القراءة، بحسب قراءة الرواية. إذن الآية السماوية أو الصيحة، حياكم الله جميعا، تشكل مفصل رئيسي في أحداث آخر الزمن، ففيها مظهر جلي من علامات العالم الجديد، النظام العالمي الجديد الذي سيكون على يد الإمام المهدي عليه السلام. ونحن تحدثنا عن المتحولات الكونية والمتحولات
نظامية التي تنتقل بالعالم من دور إلى دور، من طور إلى طور في الطور المهدوي. هناك انتقالات جديدة، هذه انتقالات علمية معرفية، قفزة علمية معرفية عظيمة جدا. أنت تصور أنه يقفز العالم من حرفين من العلم إلى 27 حرفا من العلم، فأي قفزة علمية ستكون معرفية في ذلك الوقت. أيضا تحول كوني كبير من خلال استدارة الفلك، من خلال أن السير أو المسير الزماني سيختلف. هناك تحول كما قلنا من حيث طبيعة الأرض، باعتبار أن الحرب العالمية ستؤثر في الأرض، ستؤثر في الناس، سيقل الناس كثيرا. هناك نظام جديد، هناك تحول كوني كما قلنا، تحول معرفي، تحول نظامي، شيء جديد لم تعهده البشرية منذ الخلق، منذ بداية الخلق. اللهم صل على محمد وآل محمد. سأل الله أن يمن عليكم بكشف الضر سدين. الله يكشف ضركم ويقضي حوائجكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد في بعض النصوص إشارة إلى مصادق زمنية من مخزون علم القرآن الكريم تتجلى في زمن الظهور، ظهور الإمام، أو حتى قبيل الظهور أو أثناءه أو ما بعده. فيها تأكيد على الرسم الأعظم للأحداث ولخريطة الأحداث وما يقع فيها. في رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: فاختلف الأحزاب بينهم، فقال: فانتظروا الفرج من ثلاث. فقيل: يا أمير المؤمنين، وما هن؟ فقال: اختلاف أهل الشام بينهم، والراية السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان. لاحظ الفزعة أيضا كناية عن الصوت، كناية عن الصيحة، وهي النداء في شهر رمضان. فقيل: وما الفزع في شهر رمضان؟ فقال: أو ما سمعتم قول الله عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هي آية تخرج الفتاة من خدرها وتوقظ النائم وتفزع اليقظان. هذه الآية لها مصادق متعددة، منها زمن الظهور الشريف، ما يحصل في شهر رمضان كما قلنا من نداء جبرائيل بظهور المهدي عليه السلام. ويبدو من هذه الآية كلها وقعا خاصا في الحضور العالمي بوصف استثنائي ضخم لم يمر على البشرية. فلا تجد ناس ذلك الزمان في زمن الظهور إلا وهم يتحدثون بالإمام، باعتبار النصيحة ستكون باسم الإمام عليه السلام. كما في رواية ابن سرير عن أبي جعفر قال: سألته عن قول الله عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، فقال: نزلت أو نزلت في القائم، في قائم آل محمد صلوات الله عليه، ينادى باسمه من السماء. ونقلت طائفة من النصوص وبينت فحو هذا النداء الذي ينادى به من قبل جبرائيل في السماء: فيعم كون الإنسان، ويكون باسم الإمام، باسم أبيه، بالإضافة إلى مواصفات وأضافات متنوعة تكفلت النصوص والروايات ببيانها وأشرنا إليها في حلقات سابقة. اللافت في النصوص أنها تؤكد على نداء جبرائيل باسم المهدي عليه السلام، يكون باسمه واسم أبيه، باسمه واسم أبيه، كما في رواية أبي الورد عن أبي جعفر: النداء من السماء باسم رجل وأبيه. وفي بعضها أشار إلى ظهور آية سماوية زمن ظهور دولة أو راية السفيانيين التي تشكل امتداد ثقافي، امتداد فكري لبني أمية، وهم الذين ظلموا واضطهدوا وأسرفوا في سفك الدماء، دماء الشيعة والطغيان. هذه الدولة السفيانية تقود وجودها وامتداداتها وتوسعها وحماية عرشها على نحو مذهل من القتل والسفك والإبادة، كما في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال عليه السلام: سيفعل الله ذلك لهم. قلت: ومن هم؟ قال: بنو أمية وشيعتهم. قلت: وما الآية؟ قال: ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر، وخروج صدر رجل ووجه في عين الشمس يعرف بحسبه ونسبه، وذلك في زمان السفياني، وعندها يكون بوار قومه، بواره وبوار قومه. إذن عدة آيات منها وكلها تتزامن مع خروج السفياني. لماذا هذه الآيات الكونية تتزامن مع ظهور السفياني؟ باعتبار أن السفياني سيكون هو الجبهة المضادة للإمام عليه السلام، فلا بد أن يخضع لآيات، لحجج، لمعاجز. حتى الذين يكونون مع السفياني إنما حينما يقضي عليهم الإمام يقضي عليهم بحجة أنه
الله سبحانه وتعالى بين لهم الحجج الكونية، بين لهم الحجج المعجزات السماوية، بأن الحق مع علي وشيعته، بأن الحق مع المهدي، الحق مع أتباع المهدي مع الشيعة، ومع ذلك هم متمسكين بعتوهم، متمسكين سادرين في غيهم، وبالتالي سيكون القضاء عليهم قضاء بحجة، فلا يكون لهم حجة أنه يا إلهي لماذا لم تخبرنا، يا إلهي لماذا لم تبين لنا. وبالتالي هذه المعاجز هي حجج من قبل الله تعالى، وإلا البيان وحده مثلا من الإمام لا يكفي، الموعظة وحدها لا تكفي، لأنها لم تفي مثلا إلا من خلال التعظيم بالمعجزة، التعظيم بالكرامة، وأعظم كرامة هي الكرامة التي تأتي من السماء. فحينما يأتي صوت من السماء باسم المهدي، باسم المهدي عليه السلام، باسم علي عليه السلام، فهذه واضحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الحق لهؤلاء العظام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن هناك عدة كرامات، عدة معاجز، عدة صيحات، عدة نداءات، عدة آيات وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام، منها ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر، يعني تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات تركض الشمس، يعني تقف مدة من الزمن بحيث واضح أن النهار سيطول، سيكون له أضعاف ما هو على الوضع العادي، وبالتالي ستكون هذه آية. لماذا تقف الشمس أو لماذا تركض الشمس؟ باعتبار قلنا في حلقات سابقة أن الكوكب المذنب الذي سيظهر، وتحدثنا عن الكوكب المذنب وفيه روايات كثيرة، سيؤثر على جاذبية الأرض، وبالتالي سيؤثر على حركة المدار الأرض مع الشمس، ومن ثم ممكن أن هذه الأقطاب الأرضية تتوقف عن الحركة، وبالتالي يكون هناك هذا سبب لوقوف الشمس وركودها فوق الأرض مدة طويلة، وربما أيضا هي آية لخروج الشمس من مغربها بعد ذلك بفترة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عموما إذن ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر، وخروج صدر رجل ووجه في عين الشمس يعرف بحسبه ونسبه، في إشارة ورواية أخرى أن هذا الرجل الذي يعرف بحسبه ونسبه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كيف يعرف بحسبه ونسبه؟ من خلال الصيحة، فهذه الآية تخرج بان الصيحة، مع الصيحة ستكون هناك خروج صدر رجل ووجه في عين الشمس، فهذه إشارة من الصيحة بأن الحق مع علي وشيعته، وأن هذا الوجه وهذا الصدر هو لأمير المؤمنين عليه السلام بحسبه ونسبه. هذه آية، هذه معجزة وكرامة، ومقامات أهل البيت خصوصا مقام أمير المؤمنين عليه السلام له يعني مجال من البحث طويل ومتشعب، يحتاج إلى حلقات وحلقات. نحن ليس في وارد بيان مقامات أهل البيت الكونية والتكوينية، ولكن في إشارة إلى ذلك، وذلك في زمان السفياني، باعتبار قلنا أن السفياني إبان الحرب العالمية، والحرب العالمية إشارتها خروج النجم المذنب للذنب للآيات، وهو مقارن للسفياني. هذه الأحداث، أحداث كونية، أحداث حربية، خروج السفياني، كلها تقع في دائرة زمان واحد تقريبي، يعني زمان واحد، ليس هنالك تفاوت فيما بين هذا الزمان، يعني مسألة أشهر، خروج المذنب حرب عالمية، خروج السفياني، ثم هذه الآيات كلها ستقع في إبان هذه الفترة، خصوصا الصيحة بعد خروج السفياني بفترة قليلة في رمضان تكون الصيحة. إذن تكون هذه الآيات في رجب، في شعبان، في رمضان، وأيضا الحرب العالمية أيضا تقع في نفس هذه الأزمان، يعني خصوصا قضية النار المشرقية التي تقع أيضا في بداية رمضان، وبالتالي ستكون بداية الحروب في هذه الأوقات بالتحديد. اللهم صل على محمد. وهل ضرب إيران النووي هو المقصود؟ النار المشرقية تحدثنا عنها وقلنا أن لها احتمالات. الاحتمال الأرجح أن تكون هناك حرب بحرية، هذه الحرب البحرية تكون بين الشرق، بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وخصوصا بين محور المقاومة والغربيين اللي هم أمريكا وحلفائهم. هذه المعركة البحرية قد تقع في الخليج الممتد إلى إيران. ربما
هناك فد غواصات نووية، ناقلات نووية تتعرض إلى الضربة من قبل المشرقيين، فيؤدي ذلك إلى بقاء النيران باعتبار هذه الأسلحة أسلحة فتاكة يعني ذات قوة هائلة، وبالتالي تبقى مستمرة لمدة 3 أيام أو 7 أيام. هذا احتمال، واحتمال آخر أنها ضربة فعلا لبعض المواقع النووية والحربية. والاحتمال الأرجح هو احتمال الأول أنها حرب بحرية تقع، معركة بحرية تقع بين الشرق والغرب. حينما نتحدث عن الآية السماوية ينقلنا الكلام إلى الحديث عن السفياني ومن ثم عن رايات الهدى ورايات المشرق. مع أن الروايات أكدت وركزت على راية اليماني وهي الراية الأهدى والحسني وغيره، إلا أن الحديث عن أهل خراسان عن راية أهل المشرق استغرق الكثير من نصوص النبي صلى الله عليه وآله، حيث تستعرض الروايات لهم قسطا وافرا وكبيرا من الواقعات والأثر في ذلك العالم، خصوصا من قبل كتب العامة، بل أن كتبنا أيضا وردت في قضية الخراساني والخراسانيين روايات كثيرة وإشارات كثيرة، لكن هناك تفاصيل أكثر نجدها في كتب العامة خصوصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينسبونها ويسندونها إلى النبي. من ضمن المواصفات أن هذه الراية تكون على نوع من الممانعة في أمر دينها وفي الثبات على هذا الدين، ضد جبهات الباطل، ضد رايات الضلال، وتصل الأمور معها إلى مفصل تاريخي حيث ستطالب بحق ما يظهر من خلاله أنه يعتدى عليها فلا تعطى هذا الحق، عند ذلك تخوض غمار الحرب فتحصل على ما تريد من حق، ويظهر من الجبهة المقابلة أنها ستخضع لمجموعة شروط من قبل جبهة أهل المشرق الخراسانية، لكن الجبهة الخراسانية تظل مصرة على أخذ الحق بيدها والاستمرار بمسيرتها. هنا نتحدث عن تخطيط استراتيجي بين الروايات في مقابلتها للروم، مقابلتها بعد ذلك للترك والشروسي، وهو تعبير يراد منه إشارة للعرق التركي، وهو موجود الآن في أكثر من منطقة في العالم، وهو الأكثر انتشارا في مناطق جمهوريات الاتحاد السوفياتي بعد تفككه. ومرة تذكر الروايات أن هذه الدولة ستواجه، دولة خراسانية ستواجه الحلف الغربي عبر أحلاف دولية ضد السفياني، ف حينما يتصدى السفياني للمشرقيين يأتي كما تقول الروايات من بلاد الروم منتصرا أو متنصرا، وهو يتفق مع الروم لكنه يوافقهم في العمل تحت أطروحتهم استراتيجية، بعد ذلك سينقلب عليهم. تضيف الروايات أن هذه الراية الحق لأهل خراسان راية الهدى تقاتل في من أجل فتح المقدس، بعد ذلك وإذا بالترك يغزون خراسان يفتحون قسما رئيسيا منها، ما يستدعي عودة قسم من الجيش الخراساني لإخراج الترك من القسم المحتل من بلادهم، وتقع هناك معارك كبرى في تلك المنطقة من العالم وبشكل متشابك ومعقد كما يظهر في الروايات. بعد ذلك يتحرك الروم بشكل واسع ضد الراية الخراسانية حتى تصمم على فتح المقدس إيليا، بمعنى أن العالم بشقيه من الغرب والشرق يتحرك لمنع سقوط القدس في وقت تكون فيها الراية الخراسانية تخوض حربا ضروسا ضد اليهود، إلا أن هذه الراية تفتح القدس بعد حرب طاحنة كما في الحديث عن النبي، تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء، يعني في القدس. يجيكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، يعني فتح القدس، هذه قبل الظهور. وفي هذه الحالة من فتح القدس يهاجم الترك الأراضي الخراسانية بقيادة الشروسي، فيحتلون قسمة منها في ظل حرب وعنف وسفك وقتل كبير كما في الرواية، ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم يعني أهل خراسان، فتقبل طائفة من الترك حتى يدخلوا أرض خراسان. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا تحتل مجموعة من شروط الحرب ويعود قسم كما قلنا من هذا الجيش إلى خراسان، يدخل في معركة هي أعنف معركة كما تذكر الروايات، وحينها
سيخرج الحسني لإغاثة الخراساني من أجل إبعاد هؤلاء. ووردت روايات في هذا الشأن أن هناك حربا ضروس تكون بين أهل الحق والباطل، يتأكد على أن الدخول في تلك الحرب إلى جانب أهل خراسان هو اختبار لطريق الجنة بكل توثيقاته بكل معانيه، لأن هؤلاء هم أصحاب الحق الذين يطلبون الحق، سيكون رباط بقزوين كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، يشفع أحدهم من مثل ربيعة ومضر. إني لأعرف أقواما يكونون في آخر الزمان قد اختلط الإيمان بلحومهم وبدمائهم، يقاتلون في بلدة يقال لها قزوين تشتاق إليهم الجنة. وفي أكثر من رواية أن تلك الحرب التي يشنها أهل الترك على أهل خراسان في حين تكون الروم على نحو متشنج لما يحصل في إيليا، ويكون العالم أشد اضطرابا بسبب الحروب في كل مكان، جبهة المقاومة في كل الجبهات مفتوحة، في اليمن مفتوحة، في لبنان مفتوحة، في العراق هناك أحداث لها خصوصية، العراق له خصوصية في الأحداث، أحداث داخلية، وكل الأنظار تتجه للعراق، أنظار الخراساني إلى العراق، أنظار السفياني إلى العراق، والكل متجه نحو العراق. بعد لاحظ أن الإيرانيين يعانون من شدة ومع ذلك عيونهم على العراق، يعني الإيرانيين يقاتلون الترك والشروسي ويواجهون المناطق الأخرى، يواجهون أفغانستان من منطقة دخول بعض عملاء السفياني من أفغانستان، وهم في حرب في كل مكان، من جهة أذربيجان حرب، دخول الشروسي من جهة أفغانستان حرب، من جهة أصطخر أو من جهة البصرة حرب، ومع ذلك عيونهم على العراق باعتبار أن العراق تعرض إلى غزو هو غزو السفياني، وكذلك يعانون من بني العباس، فإن سقوط بني العباس على يد الخراساني والسفياني، هذا من ها هنا وهذا من ها هنا. إذن مع ذلك الاهتمام كله بالعراق، لماذا كله بالعراق؟ لأنهم يعلمون خصوصا الخراسانيين يطلبون الإمام المهدي عليه السلام، لذلك يأتون للعراق من أجل تخليصه ومن أجل الوصول ودفع الراية إلى الإمام عليه السلام. إذن كل هذه الأحداث تقع مع هؤلاء مع الخراسانيين، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: وويل لأهل قم من الترك استعيذوا بالله من شرهم، يعني أن الترك أو الشروسيين سيكون لهم أثر كبير في مسألة الدخول إلى إيران طبعا بعد الحرب العالمية ونهاية التحالف بين الترك والإيرانيين. نحن تحدثنا أن الترك الإيرانيين سيكون لهم تحالف ودخولهم إلى فلسطين هم ضمن نطاق هذا التحالف، نحن قلنا أن الترك سيصلون إلى العراق وإلى سوريا ضمن تحالف معين، بعد ذلك ستحدث الحرب، بعد إبان الحرب العالمية سيضعف الدور الروسي ويضعف الدور الصيني أكيدا، وبالتالي سيكون هناك انقلابات في بعض هذه المناطق، مما يعني انقلاب للترك على الخراسانيين بالإضافة إلى الروم، فحينها تنفتح جميع الجبهات على جبهة الحق، جميع الجبهات وجميع هؤلاء الأطياف، أطياف الكفار هم الذين سيواجهون هذه الرايات، رايات الهدى، سواء من الشرق أو المغرب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسرح الأحداث في إبان الظهور خصوصا من قبل المشرق، تحدثنا في البداية عن علامة الصيحة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إطلاق كلمة الإمام على اليماني؟ بالتأكيد لا يجوز. مسألة الإمامة منحصرة بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، وبالتالي إطلاق كلمة إمام لها معنى، لها مدلول، لها عدة مدلول، المدلول الأبرز هو مدلول الإمامة الإلهية، هناك مداليل أخرى يستخدمها البعض، إما مداليل عبادية أو مداليل سياسية ليس لها علاقة بالإمامة. المدلول العبادية كما يقولون إمام الجماعة، الإمام الجماعة أنه إمام الجماعة، فهذا له مدلول خاص في نطاق خاص. بعض المصطلحات السياسية يطلقون على بعض القادة بأنهم إمام باعتبار أنه إمام أمة أو إمام شعب أو قائد شعب، فتعبير سياسي ليس إلا، أما التعبير الإلهي يختلف، إذا كان المقصود من الإمام تعبير سياسي أو تعبير آخر لا مشيحة في الإصلاح، لكن التعبير بالإمامة الإلهية يخص أهل البيت عليهم السلام لا يخص غيرهم حياتهم. إذن يظهر من مسرح الأحداث أنه هناك
عالم من التناقض السياسي في إبان الظهور في الميدان الدولي، وسيأخذ حيزا في أكثر من ناحية في أكثر من مقام. من تلك الأمثلة الروم والترك سيختلفان في أكثر من عنوان، في أكثر من هدف، في أكثر من استراتيجية. في الشام، في العراق سيكون هناك صراع وعنف، لكنهم بالنتيجة سيتفقان على أن العدو الوحيد لهم هو الرأي المشرقية والشيعة بالخصوص. وفي الرواية يتخالف الروم والترك، وفي صيغة يتحالف الروم والترك ويكثر الحرب في الأرض، وينزل الترك الحيرة وينزل الروم فلسطين. الترك كما قلنا دائما أنها إشارة إلى حلفاء الروس، مناطق الاتحاد السوفيتي السابقة وهم حلفاء الروس، إذن هو تعبير عن روسيا وعن حلفائها سينزلون الحيرة. هناك رواية تقول أنهم ينزلون الجزيرة وربما ينزلون المنطقتين، الحيرة والجزيرة كما يقال في المثل. إذن سينزلون هذتين المنطقتين وفق كما قلنا سابقا، وفق معاهدات معينة مع الحكومة العراقية بعد أحداث طبعا وحروب، بعض الحروب المناوشات هنا وهناك، لكنهم سينزلون في قواعد. ونحن سمعنا قبل أيام هناك نية لتبديل القواعد الأمريكية بقواعد روسية، ربما هذا إشارة إلى اقتراب نزول التركي بالحيرة، ولعله إشارات واضحة. تحدثنا عن ذلك في حلقة قبل سنة تقريبا، عن مسألة نزول الترك إلى العراق ودخول الترك إلى العراق من جهة البصرة ومن جهة بغداد، وكيف أنهم يقاتلون في بغداد ويقتلون على جسر بغداد مجموعة من الناس، تكون هناك حرب. لكن بالمحصلة ستكون هناك اتفاقات مع أن بني العباس تحالفهم مع الروم، إلا أنها ستكون هناك اتفاقات مع الترك لنزولهم في قواعد مخصصة لهم في العراق. يعني أن النفوذ الأمريكي الرومي سيضعف في العراق قبل ظهور السفياني، سيضعف قليلا، سيضعف في العراق. لذلك سيحتاج هذا التحالف إلى تحالفات الروم، سيحتاجون إلى تحالفات مثل تحالف السفياني هجر وتحالف السفياني وتحالف الأبقع، ويحتاجون إلى طابور خامس مثل الشيصباني مثل صاحب البرقع في العراق، من أجل أن يعيدون نفوذهم في العراق بسبب وجود التحالفات الشرقية. التحالف الشرقي سيكون له قوة ووجود وحضور في العراق، خصوصا الروس والإيرانيين. والروايات أكدت على ذلك، دخول الروس والترك إلى العراق يعني أن نحن أمام اشتباك مصالح في العراق. هناك يعني هناك إشارة لأن الأمريكان يضعف نفوذهم في العراق، لذلك سيحتاجون إلى النزول مرة ثانية في رملة فلسطين، يعني ينزلون إلى الشام وفي الأعماق أيضا، في منطقة الأعماق اللي هي قريب من حلب. يعني أنهم سينزلون فلسطين وسوريا، لكن وجودهم بالعراق يضعف، يبقى لهم نفوذ ظلي كما قلنا في الحلقة السابقة، لهم حكومة ظل، لهم قواعد، لهم حواضن بالداخل، حواضن داخلية اللي هي الثورات الملونة، خلينا نسميها دائما نسميها، اللي هي المخربين، اللي هي الشيصبانية، اللي هي أصحاب البراقع. وبالتالي سيحتاجون لدخول السفياني. لماذا يدخل السفياني؟ لأن نفوذهم ضعيف في العراق، لذلك يحتاجون إلى دخول السفياني مرة ثانية إلى العراق. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذن ينزل الترك الحيرة وينزل الروم فلسطين. لا شك أن هذه الرواية تشير إلى بعد آخر، هو الحفاظ على نوع مضمون من النفوذ بين مراكز القوى وفق تقسيم دولي، أو محاولة إعادة فرز كيان لهؤلاء الغربيين، أو محاولة للحفاظ على مكاسب ما من أجل تبرير حفظ المصلحة الاستراتيجية للغربيين. ولا خلاف بأن الروم تنزل أرض فلسطين بهدف الصد عن القدس التي يفتحها الله على أيدي أهل المشرق، وعلى هذا الأثر وهذا السياق تضطرب المنطقة بشدة، تدور الحروب، تتوسع بشكل هائل في ظل ارتباط وتشابك استراتيجي بين أكثر من جهة في المنطقة، بين مراكز القوة في العالم بالأخص الروم. بل يستفاد من النصوص أن الترك أيضا ترى أن الأمر يتصل بمصالحها الاستراتيجية الحيوية، من هنا تشن حربها على أهل خراسان وتحتل قسما منها كما في الرواية، ويجيكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، يعني فتح القدس، ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها هرج الروم وستقبل مارقة الروم. إذن مارقة الروم تعبير على أن التفكك الغربي، التفكك الأمريكي، وهذا يدلل على أنهم أصبحوا مجرد موارق وليسوا دول لها قوانين ولا دول لها سياسات واستراتيجيات دولية. فأول أرض تخرب أرض الشام، الشام الكبير اللي هي سوريا، وخصوصا سوريا وفلسطين. ونحن نجد أن غزة الآن مخربة، سوريا ودمشق تخربت بسبب الفتنة الأخيرة.
وبالتالي في أول أرض تخرب أرض الشام. يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب حاكم سوريا أو أصهب الجزيرة، وراية الأبقع التحالف الذي يشمل فلسطين وسوريا، وراية السفياني. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه ويقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. إذن في هذه الرواية إشارة نهائية إلى الفتح الكبير الذي راح يحققه الجيش الخراساني للقدس في ناحية القدس، ثم إلى الترك واحتلالها قسما من خراسان، ثم الروم ونزوها في فلسطين، وإلى رايات مختلفة وجيوش متشابكة في الشام. وعليه يظهر أن للراية الخراسانية الدور مركزي في ميدان الصراع العسكري وفي كتابة مجموعة من التغيرات الدولية والتأثير بها بشكل كبير، ما يستدعي من العالم التحرك. يكون ذلك وفق ما أشارت إليه الروايات من تعدد الجبهات في ظل تناقض السياسي، تناقض المصلحي بين الجبهات، وهذا ستستفيد منه راية أهل المشرق في أكثر من ظرف وفي أكثر من مناخ. تبقى ظاهرة بدينها، عاملة بكتاب الله، تكون على نحو مجهز، تكون على مستوى يعزز مناعتها، حيث تكون مؤمنة بشروط حفظ رسالتها وإن كان استثنائيا، باعتبار نحن نقلنا أن بسط العدل وبسط الإسلام بشكل أساسي وعظيم هو على يد الإمام المهدي عليه السلام، ولكن بشكل استثنائي هناك راية هدى هي راية خراسان، وراية أهدى إنما تظهر وتبرز في وضع طارئ عند خروج الإمام عليه السلام. أما الراية الخراسانية راية أفقية، بمعنى أن لها وجود سابق ومن ثم تظهر، وهذا ما أشارت إليه النصوص كثيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله أباتي. عندما نقرأ الروايات نعود إلى عدة مصادر، منها الغيبل النعماني والغيبل الطوسي وملاحم الشيخ سيد بن طاووس وعدة كتب أخرى، خصوصا كتبنا اللي هي أهم الكتب وبعض الكتب والمراجع التي هي متأخرة وليست قديمة، وكذلك بعض المصادر العامية التي نحتاج أن نستأنس بآرائها أو نستأنس بالروايات الواردة فيها. هذه هي المصادر التي نعود إليها في مسألة الروايات. حياكم الله. نعم، احنا تحدثنا عن الدجال ونعيد دائما نكرر، لدينا حلقات كثيرة في اليوتيوب تستطيعون الرجوع إليها بهذا الخصوص. تحدثنا عن الدجال بالتفصيل في أكثر من حلقة، وقلنا أن الدجال منهج، هذا المنهج مستمر منذ أمد، بالخصوص منذ بروز الولايات المتحدة كدولة بدأت حركة الدجال، يعني قبل 200 سنة تقريبا بدأت حركة الدجال. لكن الحركة الفعلية التي يتكالب فيها الدجال على الوضع ويظهر كل طاقته من أجل السيطرة هي قبل الظهور بقليل، قبل الظهور ويمتد مع الظهور حتى بعد خروج الإمام ويقضي عليه الإمام عليه السلام على كل خطة في الشام. هكذا هو الدجال. إذن هو الدجال منهج عالمي شرير شيطاني يقوم على أسس الهيمنة والسيطرة والنفوذ والدجل، يعني تغيير المفاهيم، تزييف المفاهيم. ليس له دين، لكنه يعتمد على النبوءات، يعتمد على بروتوكولات واضحة مستنبطة من التوراة، مستنبطة من بعض النصوص التي يؤمن بها اليهود، لكن ليس له دين، يعني يضحك على الجميع. هذا هو الدجال تقريبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالحفظ للحفاظ عليه باعتباره أهم راية، وثانيا للتمويه، يعني للتمويه. ربما اسم اليماني هو تمويه، ربما هو المقصود باليماني أنه له يمن له بركة، أو المقصود باليماني إشارة إلى جهة اليمين، أو المقصود باليماني يعني عدة مقاصد. لكن كما قلنا أنه ليس بالضرورة، بل إن سياق الروايات وقرآن الروايات أن اليماني حتى وإن كان من اليمن، حتى وإن كان من اليمن، لنقول أنه من اليمن هو الراجح، من اليمن قاعدته من اليمن، لكن خروجه في رجب ليس من اليمن. هذه بقرينة ومتابعة، تابعت أكثر الروايات عن اليماني وعن الحسني وعن الخراساني، هناك إشارات وقرآن تشير إلى أن خروج اليماني في رجب
قبل رجب قد يكون في اليمن، قد يكون له قاعدة في اليمن، لكن في شهر رجب عند خروجه لا يخرج من اليمن وإنما يخرج من جهة المشرق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حياكم الله. الفرق بين الصيحتين، تقصد الصيحة الجبرائيلية والصيحة الإبليسية؟ نعم، ورد أن الصيحة الجبرائيلية في فجر يوم ليلة 23 من رمضان، والصيحة الإبليسية في مساء ذلك اليوم. لذلك هما مختلفين في التوقيت، مختلفين في الوقت، يعني واحدة قبل الأخرى، الجبرائيلية قبل الإبليسية، في الإبليسية ردة فعل على الجبرائيلية، لذلك الأولى هي الصيحة الحق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإمام الحسين في حربه ضد الباطل قال: لو يبقى معه أحد لحاربتكم بأهلي جابرسة وجابلقة فأين هم؟ العوالم الأخرى، الروايات والنصوص الواردة في مسألة العوالم الأخرى المرتبطة بأهل البيت، هذه لها مجال آخر من الحديث، ولها يعني تحتاج إلى فهم وتدقيق لمسألة العوالم الأخرى. وردت عدة روايات في مسألة العوالم الأخرى التي لها ارتباط بأهل البيت عليهم السلام، والتي تحدث عنهم أهل البيت، وأن لهم شأن وأثر في مسألة عالم ما بعد الظهور. عالم ما بعد الظهور كما قلنا فيه متغيرات كثيرة، متغيرات كونية ومتغيرات نظامية، نظمية، خلقية، هناك متغيرات كثيرة وردت عن أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في مسألة العوالم الأخرى. مسألة العوالم الأخرى سواء كانت هذه العوالم سماوية أو أرضية، عوالم كواكب أخرى، هناك حديث عن هذا في هذا المجال وفي نصوص، بغض النظر عن ضعف هذه النصوص، صحتها، اعتبارها، لكنها هذه النصوص متعددة، ليست نصا، ليست خبر آحاد، وإنما أخبار متعددة ولها إشارات، فلا بد حينما نريد أن نبسط الكلام عنها نتحدث عنها بشكل تفصيلي، ونخصص لها ونجمع لها الروايات والنصوص، ونقرأ هذه الروايات والنصوص ونشرحها بالشكل الذي يناسب فهم أهل البيت عليهم السلام ومقاصدهم الشريفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك آراء تقول أن سفيان الأول وشارع رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق، هل هذا الرأي صحيح؟ ليس بصحيح. عليكم السلام. طلوع الشمس من مغربها مقصود بها الإمام، يعني هناك من يرى أن المقصود من طلوع الشمس من مغربها هناك قصد معنوي، وأن المقصود منها هو نور الإمام عليه السلام، ظهور الإمام. تحدثت في اليوتيوب إخوان، اللي يريد يرجع لكل الروايات، لكل العلامات، لكل المعاني التي تحدث، كل شيء تحدثت عنه، أقصد بخصوص العلامات، بخصوص شؤون الإمام، تحدثت عنه في اليوتيوب بشكل تفصيلي. لذلك يمكن التكرار، أنه يمل البعض، بعض الأخوة اللي هم قدماء معنا يتابعون منذ زمن، حينما نتحدث عن هذه الأمور سيقولون هذا تكرار، وبالتالي يملون من المتابعة. فمشكلة إعادة الكلام بهذه العلامات أو بهذه النصوص ليس له مبرر، ما دامت الحلقات موجودة على اليوتيوب، باستطاعتكم أن تعودوا إلى هذه الحلقات في كل العناوين، سواء عن الدجال، سواء عن الصيحة، عن كل المواضيع التي في أذهانكم. اللهم صل على محمد بالإمام قبل الظهور، يعني هذا له علاقة بمسألة المشاهدة، وتحدثنا عن قضية المشاهدة قبل الصيحة والسفياني، من يدعي المشاهدة قبل الصيحة والسفياني، فهل اليماني قبل السفياني والصيحة؟ القضية مش إذن النص يعم الجميع، من ادعى، لم يقل من ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة فهو كاذب إلا اليماني، وإنما مطلق الناس حتى اليماني، إذا ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة فلا يجوز له ادعائها. إذن هناك نص مطلق، لكن تبقى هناك خصوصيات لبعض الناس، قلنا أن المشاهدات التي وردت عن علمائنا، عن عرفائنا، عن ناسنا بأنها مشاهدات، هي ليست مشاهدات، هي مكاشفات. المشاهدة بشكل مطلق لا يجوز، لا تجوز.
هسه اليماني هل له مشاهدة مكاشفة مع الإمام؟ قد تكون له مكاشفة، وربما وهو الأقوى أن له مكاشفة مع الإمام عليه السلام، لكن المشاهدة لا تكون إلا بعد الصيحة والسفياني، هذا أمر مغلق. نعم له خصوصيين، له المولى المختص بالإمام معه، هذا شأن آخر أصلا ليس له علاقة باليماني. رجال الغيب الذين مع الإمام شأن آخر، شأن آخر. أما اليماني فهو علامة أن اليماني هو من ضمن الناس، من ضمن الموجودين له، فهو علامة، وهو أقرب يعني أقرب الرايات وأهدى الرايات لخصوصيته، هناك خصوصية له، خصوصية في شخصيته، هذا هو أهدى الرايات، لأنه يدعو إلى صاحبكم. هل معناه يدعو إلى صاحبكم أن له اتصال مع الإمام قبل ذلك؟ ليس بالضرورة، بل أن له صفة شخصية، صفة نعبر هكذا أنه فاني، له فناء في الإمام عليه السلام، له إيمان بالإمام عليه السلام، بحيث لا يدعو إلا للإمام، لا يدعو إلى حزب، لا يدعو إلى نفوذ، لا يدعو إلى سياسة، لا يدعو إلى أي شيء من هذه الدنيا، يدعو إلى الإمام. وله نفوذ عند بعض الناس، له محبة عند بعض الناس، فتلتف عليه الناس فيخرج. الطريق الوحيد لذلك هو التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار والبكاء على الذنوب وإصلاح النفس، نسأل الله ذلك. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده مهما كانت ذنوبهم عظيمة وثقيلة، الله غفور رحيم، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه المغفرة، وبالتالي فهو غفور لجميع الذنوب مهما كانت هذه الذنوب ثقيلة. لكن الإنسان لا يعتمد على هذا الباب، باب التوبة، لابد أن يعتمد على إرادته، على نفسه. نعم الله يقبل التوبة ويعفو عن الكثير، لابد للإنسان أن لا يقطع الأمل بالله ولا يعمل مكر الله بنفس الوقت. التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول توبتي والمغفرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، استغفر الله لي ولكم، وأشكر حسن متابعتكم، جزاكم الله خير، سيكون لنا لقاء آخر متجدد معكم في كل يوم إن شاء الله، نحاول ذلك، بارك الله بكم. سنتحدث عن روايات ونصوص أخرى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعنة الله على أعدائنا محمد.